بسم الله الرحمن الرحيم. هنتعلم مع بعض ازاي نسطب الفيرشوال ماشين. اول حاجه هتروح على الملف اللي هو فيرشوال ماشين ورك ستيشن فور وتسطبه. طبعا المفروض ان هو كان موجود في ملف مضغوط، وتقدر تنزله من على الموقع على الانترنت بسهوله جدا. الفيرشوال ماشين علشان تشتغل لازم يكون عندك رامات عاليه ما تقلش عن 4 جيجا، يكون عندك مساحة في الهارد ما تقلش عن 40 جيجا، عشان الفيرشوال ماشين تشتغل بكفاءة كويسة. أقل من كده هتلاقي الجهاز بتاعك بيهنج وما بيشتغلش كويس. طبعا دي طريقة التسطيب كلها احنا عارفينها، حاجات معروفة يعني في كل البرامج ما فيش فيها مشكلة. مش عايزين نشوف ابديت ولا حاجة. هيلب امبروف مش مشكلة، ديت مش عايزينها برضو. نقول له نيكست. ماشي مفيش مشكلة. نيكست كونتينيو. الفيرتشوال ماشين بقى معناها ايه بالمره كده وهو بيتسطب؟ معناها ان انا عايز احجز مساحه من الهارد ومن الميموري ومن البروسيسور بتاعت الجهاز، بحيث ان انا اسطب عليها نسخه ويندوز تانية مختلفه عن نسخه الويندوز اللي موجوده على الكمبيوتر. بمعنى انا مثلا على الكمبيوتر مسطب ويندوز 10، وعايز استخدم برنامج ما بيشتغلش الا على ويندوز اكس بي او على ويندوز 7، اعمل ايه؟ يبقى الحل ان انت تستخدم الفيرتشوال ماشين، هيبقى موجود عندك الويندوز 10 زي ما هو، وفي نفس الوقت تقدر تسطب مين؟ تسطب ويندوز اكس بي على الفيرتشوال ماشين. تمام كده؟ تمام. ممكن انت مسطب لينكس وعايز تسطب ويندوز 8 مثلا، يبقى لينكس متسطب عادي، تستخدم فيرتشوال ماشين تحجز لك جزء من الهارد وجزء من الميموري وجزء من البروسيسور، تقدر تسطب عليه ويندوز 8 وهكذا يا باشمهندسين. فهو ده المعنى العام بتاع الفيرتشوال ماشين، ان انت بتستخدمه في الجزئيه دي. طبعا هي لها استخدامات تانية كتير، بس ديت الجزئية اللي احنا محتاجينها هنا علشان نسطب برنامج الفيجوال بيزك. بيجي بقى كده بيطلب منك سيريال بتاعة الفيرشوال ماشين، موجود السيريال هحطه لكم في الفولدر عندكم. ادي الفيرشوال ماشين، هتختار اي سيريال من اللي موجود عندك واتمنى ان هو يشتغل. تقول له انتر. خلاص كده التسطيب بتاعك كمل، وتقول له ايه؟ تقول له فينش. مفيش مشكلة، خلصنا التسطيب نروح نشغل الفيرشوال ماشين بتاعتنا. هتيجي تقول له فيرشوال ماشين، في عندك حاجة اسمها فيرتشوال ماشين بلاير وفي فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. هنختار فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. دي كده يا باشمهندسين الفيرتشوال ماشين ورك ستيشن. المفروض أول حاجة أنت بتعملها إن أنت بتيجي هنا تقول له كرييت نيو فيرتشوال ماشين. يعني إيه كرييت نيو فيرتشوال ماشين؟ يعني أنا عايز أبتدي أحجز جزء من إمكانيات الكمبيوتر علشان أشتغل عليها بقى، أسطب عليها نسخة تانية. فنيجي نقول له أوكي، أو ممكن تبقى من فايل وتقول له كرييت نيو مفيش مشكلة. هتقول له تيبيكال نيكست. بيقول لك اختار انت هتسطب نسخه من على مين، هل هتسطبها من على الدي في دي ولا هتسطبها من على الجهاز ولا هتسطبها منين بالظبط. احنا هنيجي نقول له كده لا انا عندي نسخه الويندوز موجوده على سطح موجوده في مكان على الكمبيوتر. فهاجي اقول له كده ايزو فايل، يعني ملف ايزو موجود عليه النسخه. نجيب الملف الايزو بتاعنا، نخش على بروجرامز، ومن بروجرامز على فيرتشوال ماشين ورك ستيشن. هنلاقي هنا في حاجة اسمها ويندوز 7، وفي عندي كمان موجود ويندوز اكس بي. ده كده تقريبا ويندوز اكس بي على ما اعتقد، يعني وادي اللي فوق ده كمان ويندوز اكس بي، ده اس بي 3. هنيجي نقول له اوبن. خلاص كده تم تحميل البرنامج، وهو حتى كاتب لك هنا ايه ويندوز اكس بي بروفيشنال ديتكتد، يعني انا كده شايف ويندوز اكس بي. وبعدين خد بالك ان انت ممكن ما تختارش الويندوز، انت ممكن تقول له ايه انا هسطب الويندوز بعدين، بس احجز لي المساحات واحجز لي الحاجة اللي انا عايزها دلوقتي. خلاص فانت بتختار اللي انت عايزه. انا بالمرة هسطب اللي هي هسطب النسخة. هقول له نيكست. بعد ما جيت على النكست هنا بيقول لي ويندوز برودكت كي، قول لي السيريال بتاع الويندوز. احنا برضو عندنا سيريال للويندوز ان شاء الله يشتغل. ادي اكس بي سيريال، نحاول نجرب معاه نقول له كده. وبعدين النيم الباسورد مش مهم الباسورد عندنا، نقول له نيكست. طب اقول لك اسم الماشين ايه، ممكن انت تشيل الاسم ده وتسميه اي حاجه، سمي الماشين ديت اكس بي، سميها احمد، سميها ابراهيم، المهم ان انت ايه سمي الماشين زي ما انت عاوز. نيكست. بيقول لك بقى الماكسيمم ديسك سايز، المساحه اللي اخدها من الهارد كام، هل اخد 40 جيجا ولا اخد كام؟ انا هخليها زي ما هي 40 جيجا، انت ممكن تقلل او تزود على حسب المساحه الفاضيه عندك في الهارد بتاعك.
ستور فيرتشوال ديسك از ا سنجل فايل، سبليت فيرتشوال ديسك انتو مالتيبل فايلز. يعني هل ال 20 جيجا دلوقتي ياخدهم من مكان ورا بعضه في الذاكره، ولا ياخدهم من اماكن فاضيه في الذاكره؟ الافضل انت تختار الاختيار التاني، لان في الغالب اللي هارداته صغيره مش هيلاقي مساحه 40 جيجا فاضيه ورا بعضها. خلاص يا شمهندسين، طيب فانا هختار الجزء التاني، الاختيار التاني، اقول له نيكست. ابتدى هو يجي يقول لك ايه، يقول لك ان انت عندك، انا هو خد رام 512 والهارد 40 جيجا، وقال لك نوعها سبليت وهكذا. طبعا انت ممكن تيجي من هنا وتقول له كاستمايز الهارد، كاستمايز الهاردوير، يعني انا عايز اغير في الهاردوير. ممكن تقول له بقى الرام بتاعتك تخليها اقل من كده، تخليها اكبر من كده، زي ما انت عاوز. خلاص انا هسيبها زي ما هي 512، لان الرامات عندي 4 جيجا وانا مش عايز ازود للفيرشوال ماشين عن كده. تمام. في عندك البروسيسور، ممكن تختار بقى كام بروسيسور يشتغل معاها، ممكن تختار 2 3 4 على حسب ما انت عاوز. خلاص تيجي تقول له ايه بعد كده، تيجي تقول له كلوز وبعدين فينش وتسيبه.